اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناه علامه امين. ان شاء الله تكونوا بخير. في هذا الفيديو باش نقدم لكم موقع لربح عملات رقميه تقدر تسحبها عبر الفوست باي بدون حد ادنى للسحب، وكذلك تقدر توصلها الى الباينانس والا اي محفظه تريد. هذا الموقع يدعم 40 عمله رقميه. باش نشوفوا اثبات سحب وكذلك طرق الربح من هذا الموقع، ما تنساش الاشتراك في القناه، تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد يخص العمل والربح من الانترنت بقناه علامه امين. واللي عنده استفسارات تسائل يجب يتواصل معنا على الصفحه الرسميه الخاصه بنا علامه امين على الفيسبوك وكذلك على الانستغرام، الرابط القهوه في صندوق الوصف. الان نترجو الى الموقع. اسم الموقع اصدقائي واللي هو اوتو فوست، يشتغل من 2018 تقريبا ويدعم 40 عمله كما تشاهد. تضغطوا على سينياب وتقوموا بانشاء حساب جديد. عليكم لا تخليوا اليوزر نيم الخاص بكم، البريد الالكتروني، الباسورد وعاده كتابة الباسورد، وتوافقوا على كل الشروط وتكمل الكابتشا بالشكل الصحيح وتضغط على سينياب. بعد ذلك على ما اظن يرسل لك رابط لتفعيل الحساب، تفعل حسابك وتضغط على لوجين. وندخلوا الان ونشوفوا اكثر تفاصيل. اول شيء ما عليك الا تجمع التوكن الخاصه بالموقع، اضغطوا على فري توكن، وهذه طرق الربح: شورت لينك، كذلك السيرفي، الاوفر بول، البي تي سي اوفرز يعني انك تشاهد الاعلانات، هذه تشاهد الفيديوهات لكن لا تدعم كل الدول، المايننج والبونس كود والديلي بونس ما زالت ما بداتش الصراحة. بعد ما تجمع التوكينات هذه تقدر تحولها يعني بطريقة الاوتو كليم، يعني تختار العديد من العملات وتوصلك على الفور فلوست باي، والا تضغط على مانيوال كليم وتوصلك الى حسابك وبعد ذلك تقدر تسحبها. باش تشاهدوا كل التفاصيل ان شاء الله الان نضغطوا على ويزدرو باش نشوفوا طريقة السحب والحد الادنى والمرضية الكل. كما عندي 3 اصدقائي هذه كل العملات وعندي فيها رصيد. على سبيل المثال باش نسحبوا ليتكوين، وهذا رصيدنا تقريب 153,040 في اخر الارقام. وباش نشوفوا الان باش نضغطوا على فوست، هنالك كما قلنا الاوتو كليم لانك تختار عملات معينه وتوصلك على الفور. كما قاعدين 3 اصدقائي هذه كل العملات الموجوده. على سبيل المثال تحب تجمع ليت كوين واكس ار بي وادا على سبيل المثال. قبل كل شيء هذه النقاط اللي احنا نملكوها 87 اف سي تي توكن، واللي هي معناتها العملات الموقع. بعد قليل تو نشوفوا كيف نجمعوا هذه العملات. ننزلوا للاسفل، يقول لك يعني تحب توصل لك كريدت في الويدرو في هذا المكان، ومعناتها تنضاف 1% والا توصل لك على الفور الى الفوست باي. وتختار كل دقيقتين، كل 5 دقائق والا كل 10 دقائق الدقائق يوصلوا لك الارباح. وهذه السرعة متاع يعني في 1 في 2 في 3 في 4. انا شخصيا بالنسبة للاوتو كليم ما نحبذهاش، لانه باش توصلك العديد من العملات في حسابك وانت بعد ذلك تحب تسحب من الفوست باي، ما عليك الا تعمل سواب واكسشينج، وهنالك اقتطاعات عندما تحول على سبيل المثال من البيتكوين للليتكوين. انا نحبذ انك تعمل فوست والمانيوال كليم، وانتم كما تحبوا يعني تقدروا تشتغلوا على الاوتو كليم وتسحبوها. ننزل الى الاسفل نختار العملة. كما قلنا احنا نضغطوا على ماكس، عندنا 87، هي مبلغ صغير صراحة. باش تنضاف الى رصيدنا 914 بلاس 15 هذي بونس. نكملوا الكابتشا، اي كابتشا هنالك 3 انواع. يقول لك وصلنا لك ارباحك الى رصيدك، ما علينا نضغطوا على ويذرو باش نسحبوهم الان. والرصيد كما قاعدين تلاحظوا ارتفع، كان 150,000 على ما اظن ولا حاجه كي هكاك، الفائده ارتفع. نضغطوا على ويذرو. بالنسبه للحد الادنى للسحب بالنسبه لفوست باي 1 لتوشي من عمله الليتكوين بدون اقتطاعات وتوصل لك على الفور. كما قاعدين تلاحظوا هذه كل المعلومات. بينما كانت تحب تسحب عبر الباينانس والا اي دايركت وولت، الحد الادنى للسحب اللي هو تقريب كما قاعدين تلاحظوا 20,000 ساتوشي والا ليتوشي من عملة الليتكوين، وهنالك اقتطاعات ب 4,000 وبعد ساعة توصل لك اموالك. احنا باش نسحبوا عبر الفوست باي، نضغطوا على هذا المكان، نختاروا فوست باي ونخليه الماكس. هذا الايميل الخاص بي بالنسبه للفوست باي اللي سجلت به في الفوست باي، تقدر تضيفه عبر سيتنج على ما اظن.
هذا المبلغ اللي باش يوصلنا الى الفوست باي نكملوا الكابتشا بشكل صحيح ريكابتشا، بعد ذلك باش نضغطوا على ويذرو. وضغطنا على ويذرو وباش توصلنا الارباح على الفور. نقول لك تمت العمليه بنجاح، الان نتوجه الى الفوست باي الخاص بنا. وكما ويعني 153 الف ليتوشي من عملة الليتكوين نورمال بيمنت، وفي 11 أفريل موقع صادق ويدفع ويشتغل لسنوات. اللي حبيش مع العملات الرقمية يشتغل على هذا الموقع والعديد من المواقع اللي شرحناها في القناة. الآن نتوجه إلى الأوتوفوست وبش نشوفه طرق الربح وجمع النقاط، بعد ذلك نقدروا نسحبوها تصرى الموجودة الآن. الآن هنالك 106 رابط مختصر تقدر تتجاوزهم وتربح من خلالهم النقاط. على سبيل المثال هذه كل الروابط، تضغط على فيزيت تتجاوز الرابط، هنالك ثلاث خطوات لكي تربح 90 FCT توكن. يعني انتم حاولوا انكم تتجاوزوا الروابط المختصرة السهلة التي تعرفون كيف تتجاوزونها. باش ما نطولش عليكم اصدقائي بالطريقة الثانية واللي هي السيرفي، تضغطوا على السيرفي الإجابة على الأسئلة الاستطلاعات الاستبيانات. كما قلت ثلاثة أصدقاء هذه كل الشركات في استطلاعات واستبيانات، تختار أنت الشركة التي تريد على سبيل المثال بولفيش، لكن على ما أظن يجب أن تصل إلى مستوى معين لكي تفتح لك السيرفي. معناتها ليس بكل الدول وبكل الأشخاص سيربحون من هذه الطريقة، لأنه هنالك شروط، هنالك مقدرة شرائية من أي دولة أنت، يعني تدخل فيها العديد من الأمور. نضغط على Free Token ونشاهد الطرق الأخرى للربح واللي هي Offer Wall. نفس الشيء هنالك عروض واستبيانات وكذلك مهام تقدر تتجاوزها وتربح من خلالها. هذه كلها يعني شركات مثل تايم وول، وانداس، كذلك مونوليكس، اوفرتورو، تضغط عليها وتنهي العروض ويمكن تربح مبالغ جيدة، لكن على ما اظن هنالك شروط يجب ان تصل الى مستوى معين. بعد ذلك هنالك طريقة سهلة اخرى واللي هي البي تي سي اوفرز، نضغط عليها انك تشاهد الاعلانات. وكما قاعدين نشاهدوا اصدقائي هنالك هذه كلها شركات مونوليكس، كل تقدروا تجربوهم. على سبيل المثال نضغطوا على هذا المكان بهذه الشركة دريب اوفرز، كل هذه اعلانات، ما عليك الا تضغط على واتش اد، تنتظر ثواني معدودة وتتحصل على النقاط، ستصلك في الفوست، بعد ذلك تقدر تحولها الى عملات رقمية. واخر طريقة للربح واللي هي ريفرر، تضغط على هذا المكان ريفرر، وهذا رابط الإحالة الخاص بك، عليك لا تنسخ وتروجه على أوسع نطاق، وأي شخص سجل من خلالك ستتحصل على 20% من أرباحه، لا تقطع من أرباح الصديق بل الموقع يقدمها لك كونك أنت روجت وعرفت بالموقع. هذا فيما يخص موقع أوتوفوست، يعني موقع ممتاز ويشتغل لسنوات. اللي يحب يجمع عملات رقمية بطريقة مجانية، كانك تحب تجمع مبالغ كبيرة، ما عليك إلا تشتغل على الأوفرز وكذلك السيرفي. بالنسبة للمبالغ الصغيرة والسهلة عندك الشورت لينك والبي تي سي وكذلك الإعلانات اللي موجودة وبطبيعة الحال رابط الإحالة. بالتوفيق للجميع، وإن شاء الله نلتقي في مواقع أخرى ومجالات جديدة للعمل والربح من الإنترنت من قناة على ممين. الله يوفق الجميع وإلى اللقاء.